بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحدث، ومساء جديد نتمناه أن يحمل لكم تفاصيل جميلة وأحداثا أجمل بإذن الله تعالى. كالعادة سنكون على موعد مع أهم الأحداث الجارية في ساحتنا الرياضية المحلية، بالإضافة إلى جولة على أهم الأخبار العالمية وتقارير مختلفة من هنا وهناك. إذن نبدأ مشاهدينا الكرام جولتنا المحلية من أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث يعود مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الإسباني كارولو بيز الأسبوع المقبل لمواصلة مهمته في التحضير لبرنامج المنتخب الذي سينطلق في الشهر المقبل، وذلك عبر تجمع قصير ينطلق في اليوم الأول من يونيو ويستمر حتى السادس من ذات الشهر. وكان لوبيز قد غادر إلى موطنه إسبانيا الأسبوع الماضي مستغلا فترة الراحة الحالية للمنتخب عقب خروجه من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وتبقت أمامه فرصة المشاركة في نهائيات الأمم الآسيوية بالإمارات 2019، وذلك من خلال ملحق التصفيات الآسيوية. ومع أخبار بطل كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم، حيث سيقيم نادي صحم بعد قليل مسيرة للاحتفال مع جماهير الموج الأزرق بعد الإنجاز الذي حققه في بطولة الكأس بعد الظفر بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ النادي إثر الفوز على الخابورة بهدف محمد مطر في المباراة النهائية. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الفاضل عادل الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم. أبو عبد الله مساء الخير وكل عام وأنت بخير. مساء النور أخي حسين، ومساء عليك وعلى مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا فيك في هذه الإصابات الطيبة أخي. طبعا الاحتفالات مستمرة في صحم وبهذا التتويج التاريخي بالنسبة للأزرق، وتحدثنا عن مسيرة اليوم. بلا شك أخي العزيز، تعرف أن هذه يعني البطولة هي بطولة غالية، وهي بطولة يعني اعتبرها من أغلى البطولات في السلطنة. اليوم النادي أقام مسيرة يعني احتفالية لأبطال الكاس مع الجماهير اللي هي أيضا تريد تحتفل مع الأبطال. إن شاء الله تعالى ستنطلق الساعة الرابعة مساء من أمام مبنى النادي، مرورا بتجوب شوارع يعني المنطقة الولاية، بيكون عند ابتداء من يعني مثلث الشعلة وانتهاء امام يعني جامع حفيد اللي في ولايه صحم. يعني تعتبر تقريبا مسافه طويله نسبيا، يعني هذه المسافه تقريبا تقطع الولايه يعني حتى تمر على مركز الولايه. بالضبط بالضبط، بتنطلق ان شاء الله تقريبا ما يعادل مسافه 25 كيلو متر، وسيكون هناك ايضا يعني نقطه نهايه للمسيره. نعم. التقاء بمشايخ الولايه، وبتكون هناك ايضا احتفاليه للابطال في نهايه المسيره الكبرى. ونامل ان شاء الله يعني يكون كل ابناء الولايه يشاركوا في هذه المسيره، ونحن متوقعين لها ايضا تكون يعني مسيره كبيره. يعني رتبنا التنظيم يعني لهذه البطوله، ان شاء الله بيكون الكاس والابطال على سفينه بتكون يعني من ضمن مسيرة البطولة، وأيضا إن شاء الله تعالى يعني نأمل بشاركنا فنون شعبية ورابطة المشجعين بخيلات الداود بمشيئة الله. نعم، هذا المسيرة راح تكون مشيا على الأقدام أبو عبد الله؟ لا، بالسيارة أخي العزيز، ويكون أيضا بالسيارة. نعم، وأيضا نحن فضلنا أن يكون نغير البروتوكول الاحتفالية أيضا، يعني الطباع التقليدي أو الفنون بيكون الكأس الغالي على متن سفينة بحرية. نعم، يعني على هذا الأساس يعني أنه المسيرة طبعا في مسافة تقريبا طويلة جدا في شارع حيوي، يعني نعم، يحتاج إلى التنسيق أيضا مع كثير من الجهات المعنية، وأكيد قمتم بهذا الدور في الأيام الماضية. بلا شك، نحن خاطبنا شرطة أمان السلطانية وخاطبنا بعض الجهات، وهناك تنسيق بهذا الموضوع، وهم أيضا على تواصل معنا، وإن شاء الله تكون مسيرة يعني
تحمل يعني مسيرة شعبية رياضية خالية من أي إشكاليات، وأيضا على الجماهير أن تحافظ على يعني سلوك التشجيع وأيضا على حرمات الشارع العام. وأيضا هنالك أيضا تواصل من قبل المنتديات والجماهير، تحث الجماهير الالتزام ب يعني ما تم التخطيط عليه لهذه المسيرة. نعم، ونحن ننتظر اكيد صور هذه المسيره، والتغطيه الاعلاميه اكيد راح تكون حاضره في صحم لتغطيه هذه المسيره. بلا شك بلا شك اخي العزيز، ونحن متوقعين لان الجماهير الصحماويه في انتظار الابطال وانتظار الكاس الغاليه تجوب شوارع الولايه، وهذا ايضا حدث تاريخي للمره الثانيه يحتفل فيه ابناء الولايه، وان شاء الله تعالى يكون الجميع يعني يحتفل مع الابطال مساء هذا اليوم. نعم. وهنالك ايضا احتفاليه ايضا كبرى بتكون عاد تحت رعايه مرموقة إن شاء الله تاريخ 20/5، نحن اعتمدنا يكون الاحتفالية لتكريم الأبطال في مقر النادي بمشيئة الله تعالى. جميل جدا، راح تكون خاتمة الاحتفالات يمكن بالكأس يعني. بمشيئة الله تعالى بيكون إن شاء الله خاتمة يعني متميزة، ونأمل إن شاء الله يكون يكرم الأبطال يعني لهذا الحدث التاريخي، ونأمل أيضا أن نستعد لموسم جديد إن شاء الله مليء بتحقيق العديد من الإنجازات مشيئة الله. نتمنى لكم كل التوفيق أبو عبد الله، وإن شاء الله يعني مسيرة جميلة نشوفها في شوارع صحم، وكما ذكرت طبعا ضم صوتنا لصوتك بمراعاة أيضا يعني حرمات الشارع العام، وكذلك يعني أن تكون الاحتفالية بطريقة تحافظ على سلامة الجميع من المشاركين طبعا في هذه المسيرة بإذن الله. أشكرك أخي حسين، وأشكر يعني الإعلام العماني على هذه التغطية المتميزة، لكم كل الشكر كل الاحترام وكل من ساند ووقف مع هذا الحدث التاريخي وأيضا في نجاح النادي لهذه البطولة، شكرا لكم، وإن شاء الله تعالى أفراح عمان مستمرة بمشيئة الله تعالى بإذن الله. شكرا لك الفاضل عادل بن عبد الله الفارسي رئيس مجلس إدارة نادي صحم، والمسيرة كما ذكرت تنطلق حوالي بعد أقل من ساعة من الآن من منطقة تقاطع الشعلة في ولاية صحم. نواصل أخبارنا المحلية ونبقى مع أخبار الأندية، حيث عين نادي النصر لاعب منتخبنا الوطني السابق فوزي بشير مديرا لجهاز الكرة بالنادي في توجه جديد يستهدف التركيز على المرحلة المقبلة. وسبق لفوزي أن تقلد هذا الموقع مع نادي ظفار الموسم السابق، ويسعى نادي النصر إلى الاستفادة من قدرات بشير في تولي جهاز الكرة والمساهمة في خيارات اللاعبين في الموسم المقبل. يذكر أن النصر أنهى الدوري هذا الموسم في المركز السادس برصيد 37 نقطة. كل التوفيق لفوزي بشير مع النصر، أكيد مسيرة طويلة خبرات كثيرة، نتمنى إن شاء الله أن تصب في مصلحة الفريق، وأكيد فوزي هو يبقى أحد الأسماء الكبيرة على مستوى الكرة العمانية، نتمنى استثمارها بالشكل الأمثل بمشيئة الله. نحن نتواصل معكم مشاهدينا الكرام لكن بعد فاصل قصير مع ضيوف الحدث. Deflected off one pair of legs and went through another. Brilliant shot, Jelle Vossen. First chance since coming on, and he scored a great goal. Rather overhit back pass by Reginald Dupin. And in 87 minutes, it's a separate goal. Just passing would get the ball. Finish, and suddenly Ashley 1-0. His first goal for the club. The timing of the break, absolutely superb. الدوري البلجيكي على عمان الرياضية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حصاد الموسم مستمر بالتأكيد، ونحن لن نخرج عن هذا الإطار في الحديث، فسنستضيف أحد الفرق التي صالت وجالت في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم هذا الموسم لتحقق بعدها حلم الصعود لدوري عمان تل للمحترفين في الموسم المقبل، والكل بات يتذكر ما فعله نادي عمان في ختام مشواره بدوري الدرجة الأولى بعد فوزه على السيب بهدفين لهدف، الأمر الذي جعل من أحلام نادي عمان تتحول إلى حقيقة. للحديث أكثر عن
عن هذا الموضوع ينضم إلينا في استوديو برنامج الحدث الفاضل علي بن عبد الله الرئيسي، عضو مجلس إدارة نادي عمان، مشرف عام كرة القدم في النادي. حياك الله علي. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. ومعنا أيضا لاعب طبعا تعرفوه يمكن بشكل كبير، هو الكابتن محمد ذيب سرور البوسعيدي، لاعب نادي عمان. حياك الله كابتن. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك عبد الله. أكيد أو علي، يعني حديث يعني العودة بالنسبة لنادي عمان إلى دور المحترفين يعني ربما يمتد بنا لتذكر أيضا الكثير من الذكريات عن هذا النادي اللي يعتبر أحد الفرق كانت في يوم من الأيام رافد أساسي من روافد المنتخبات الوطنية. اليوم في اعتقادي بأن الكل يقول عمان لم يصعد إلى دور المحترفين وإنما عاد إلى موقع الطبيعي فيه الذي يجب أن يكون فيه. بلا شك، الحمد لله رب العالمين، وبعد جهود مضنية من قبل مجلس الإدارة بقيادة السيد سلطان بن حمد البوسعيدي، وجهود اللجنة الفنية برئاسة أخي العزيز منير بن صالح الرواحي، والجميع من مجلس الإدارة ولاعبين ومحبين ومشجعين تكاتفوا لتحقيق هذا الإنجاز الذي لم يأتي من فراغ. طبعا عودة نادي عمان إلى مصاف دوري المحترفين حقيقة يعني يدل على عراقة ومكانة نادي عمان كما ذكرت أخي العزيز. نادي عمان كانت له صولات وجولات ليس في كرة القدم فحسب بل في العديد من الرياضات. لا ننسى نادي عمان كان بطل السلطنة 9 سنوات متتالية في رياضة الكرة الطائرة، وأيضا في رياضات الهوكي وكرة اليد، والعديد من الرياضات كانت لعمان صولات وجولات. فإن شاء الله بطل الكاس مرتين، بطل الدوري أيضا كان فيه أكيد بطل الدوري نعم، وبطل الكاس مرتين، وفي جميع الرياضات كانت له بطولات وإنجازات ليس على المستوى المحلي فقط بل أيضا على المستوى الخليجي وعلى المستوى القاري. لا ننسى نادي عمان هو النادي العماني الوحيد الذي حقق إنجاز الصعود إلى دوري أبطال آسيا في عام 94 بالمسمى القديم طبعا في نعم. والحمد لله رب العالمين، نحن نأمل بوجود هذه الكوكبة من اللاعبين وبوجود القيادات الطيبة بمجلس الإدارة إن شاء الله إن شاء الله سيعود نادي عمان إلى مكانته الطبيعية و بدعوات المحبين والمشجعين إن شاء الله. الميدان مفتوح ونحن ننتظر إن شاء الله في الموسم المقبل إن شاء الله، يعني الله يعطينا وإياكم العمر يا رب. محمد، العودة إلى دور المحترفين أكيد بالنسبة لك لها يعني شعور مختلف هذه المرة. أكيد لأخ حسين، خاصة مع نادي مفضل نادي عمان. بالفعل طبعا بعد ما انتقلت من نادي جلت كم نادي في السلطنة خضيت بسبب لسه يعني. بسبب حكم الشغل نعم دوامي. فالحمد لله رجعت للنادي واستقريت يعني. استقريت ورجعنا للنادي الحمد لله مع كوكبة النجوم موجودة في الفريق مثل مثال يوسف، كابتن يوسف شعبان نعم، كابتن محمد مبارك بالضبط، والكابتن راشد البدواوي. أسماء كبيرة أكيد في أسماء نادي كبيرة حقيقة يعني في تاريخ النادي يعني أسماء كثيرة مرت وعرفناها نجوم في منتخباتنا الوطنية. نعم طبعا. لذلك أنا أقول لك اليوم يعني العودة للنادي كان يجب أن تكون يعني ضرورية طبعا لهذا النادي، مع كل احترام طبعا لكل فرق الآن طموح أصبح كبير لكل فرق أنها تلعب في دور المحترفين. بالفعل. هذه المرة الأولى اللي راح تتواجد فيها في دور المحترفين ولا سبق وتواجدت مع أي نادي؟ لا سبق وتواجدت مع النادي بمسمى دور المحترفين. الموسم الماضي كنت مع نادي بوشة. مع نادي بوشة. الموسم اللي قبله كنت مع نادي صحن. صحن. بس بحكم ظروف العمل كنت تنقلات كثيرة فما قدرت اني استمر معاهم. نعم. في الموسم اللي قبله كنت في نادي ظفار. ايوه بالضبط. صعبة المنافسة كانت هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى حقيقة. صعبة، الاتحاد العماني صعبها بالنظام الجديد هذا. بعدين يزعلوا في الاتحاد يقولوا كل شيء منا نحن. لا بالفعل يعني تلعب دورين نظام الدوري يعني. نظام الدوري بعدين نظام التجمع صار ضغط مباريات خصوصا مع فتره تجمعات المنتخب فصار ضغط علينا في المباريات كل 48 ساعه تلعب مباراه احيانا كل 3 ايام تلعب مباراه صحيح. فيصير ضغط فرتم ارتباطات ثانيه على اللاعب كذا صحيح فرتم اللاعبين يقل فتصير مشاكل دائما في لكن خلصوا بكير بعد يعني من فتره يعني خلص الدوري لا باس يعني اكيد لانه تعرف ست انديه تلعب ذهاب اياب فهذا يلعب مع هذا يعني صار الحسم في اخر جوله حتى نعم حتى هو رستاقة اللي متصدر من متى اعلن صعوده في الجوله الاخيره بالضبط.
طيب علي، يعني اكيد يعني هذا الموسم كان الهدف من البداية أن نادي عمان يعود إلى دور المحترفين ويلعب أول مرة طبعا في دور المحترفين من نظام الدوري الجديد هذا، فأكيد كانت في هناك جهود استثنائية لتحقيق هذا الهدف. يعني كانت طبعا يمكن الصعود كان في آخر لحظة يعني إن صح التعبير. والله منذ أن تسلم مجلس الإدارة الحالي زمام الأمور في النادي في عام 2014 كان الهدف الرئيسي والأساسي لهذا المجلس هو عودة نادي عمان إلى مكانه الطبيعي. طيب هبوط نادي عمان وبقاؤه في دوري الدرجة الأولى لعدة سنين حقيقة كان يعني شيء لا يسر محبي النادي ولا يسر منتسبي النادي وبطبيعة الحال اللاعبين. فعملنا منذ العام الماضي على تحقيق هذا الحلم، وحقيقة أنا لا أخفي القول بأن مجلس الإدارة واللجنة الفنية وجهود اللاعبين أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز بعون الله وتوفيقه، وإن شاء الله إن شاء الله سنسمع ونشوف الأفضل والأميز إن شاء الله دوما. نحن على بينة وعلى يعني يقين بأنه أبناء النادي لن يخذلوه إن شاء الله، وسوف يظلوا في مكانهم الطبيعي المرموق في دوري المحترفين، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نادي عمان ستكون له الكلمة في قادم المحافل إن شاء الله. نعم، خاصة أنه يمكن يعني علي شفنا النادي في السنوات الأخيرة ما كان مستقر، يعني تواجده يعني يصعد موسم يرجع ينزل ثلاث مواسم يغيب ويرجع مرة ثانية، فهذا أيضا صار نقطة قلق بالنسبة لجمهور نادي عمان ومحبي نادي عمان. وأيضا العمل الإداري المستمر لفترات طويلة ويمكن الأحيان يستمر لساعات طويلة، بالإضافة إلى طبعاً نحن نعرف أنه هذا في النهاية عمل تطوعي، وبالتالي يبقى أنه العمل أحيانا يستمر لفترات طويلة في النادي أكيد للوصول إلى أفضل طريقة ممكنة ل يعني إيجاد موطئ قدم للنادي بين أندية المحترفين. العودة من جديد يمكن تنسف كل هذا الجهد حتى عند الجمهور، يعني ما يتذكر لك أنك أنت والله يعني صعدت الفريق بعدين، يعني أنت صعدت الفريق بس ما كملت المسيرة يعني. صحيح. فأكيد الآن اختلف التفكير وأعتقد أن إدارة نادي عمان أيضا كما ذكرت على يقين بأنه دور المحترفين راح يكون مختلف عن أكيد السنوات السابقة. أنا لا أخفي عليك أنه اللجنة الفنية وأنا مقرر اللجنة الفنية حقيقة كانت تعمل يعني بجهود غير عادية. نعم. طيب على سبيل المثال نحن في اللجنة الفنية وقبل بدء الدوري وفي منتصف الدوري ويعني خلال الدوري عموما كان الاجتماع يتم 3-4 مرات أسبوعيا ولساعات طوال. نعم. من أجل إيجاد جميع الاحتياجات التي ممكن أن نحن تساعدنا وتعيننا على تحقيق هذا الإنجاز، فكان العمل حقيقة كبير جدا والمجهود كان كبير جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين بمجرد تحقيق حلم الصعود كل هذا التعب وكل هذا اللي عملناه حقيقة كان يعني طعمه صار حلو، طعمه صار حلو صراحة. يعني أنا لا أنسى الموقع اللي صارت بعد صفارة الحكم أخي محمد جنبي، يعني أنا نسيت نفسي شخصيا، أنا ركضت في الملعب ويعني لأن حالة تحقق الإنجاز يعني بعد عمل وجهد كبير. نعم. بديت تجن الثمار الحمد لله رب العالمين. الأخوة في مجلس الإدارة بقيادة السيد سلطان بن حمد البوسعيدي واللاعبين جميعا ما ادخروا لحظة واحدة من أجل هذا النادي ورفعته، والحمد لله رب العالمين تحقق المراد. نعم الحمد لله. طبعا محمد فعلا كنت في دور المحترفين طبعا مع بوشر، وكنت يعني الحارس الأول طبعا مع الفريق، وكذلك الحال طبعا مع ظفار، والفترة أيضا اللي كنت فيها مع نادي صحم. أكيد تختلف الوضعية في دور الدرجة الأولى عن دور المحترفين، لكن أيضا أنت يعني الآن يمكن من لاعبي الخبرة يعني مع النادي تعتبر، وأيضا يعول عليك الكثير في دور المحترفين. والله شوف الأخ حسين، يعني لعبت في الدوريين، لعبت دور الأولى المحترفين، لعبت قبل في دور الدرجة الثانية، مسمى الدور الدرجة الثانية كان لعبت فيه. نعم. بس هذا الموسم بأمانة يعني صعوبة في الدوري، كان صعوبة لأن طريقة لعب دور الدرجة الأولى تختلف عن دور المحترفين. فورد أنت عندك لاعبين خبرة في الفريق، لاعبين منتخبات ولعبوا قبل في دوري أمانة المحترفين. نعم. فتجي تلاعب أندية يعني ما أقول أقل منك مستوى، بس يعني تقبرك على اللعب بأسلوبها. نعم نعم. يعني اللعب عشوائي. صحيح.
مع احترامي لكل الانديه في الدرجه الاولى، لكن هو يبقى في فوارق، في يعني في فوارق اكيد، في فوارق. وان كانت هذه الفوارق ترى بدات نوعا ما تختفي ايضا، شفنا يعني الفرق الدور الاولى لما تقابل في الملحق دور المحترفين في كثير من الاحيان تكون لها الغلبه يعني. فعلا معك بهالكلام. يلا بس في اختلاف كثير بين دور المحترفين ودور الدرجه الاولى، اختلاف كثير كثير يعني، حتى من ناحيه تركيز الاعلام والجماهير، من ناحيه التركيز، من ناحيه الملاعب يعني. صحيح. انت في انتوا تلعبوا على ملعب الانديه طبعا، على ملاعب الانديه اضاءه تعبانه، ارضيات الملاعب ما تساعد على انك تمشي كره، بالعكس لما تلعب في مجمع اريحيه، اضاءه زينه، يعني كل شيء مهيئ لك انك تلعب كره. فكل شيء مهيئ لك يعني. بالفعل بالفعل. طيب يعني علي، خلينا ندخل في موضوع المدرب، وسمعنا الخبر عن يعني مدرب الفريق عساف خليفه المدرب السوري. نعم. وان انهيت التعاقد مع المدرب، او ان ما جددت، ربما هو انتهى عقده، او هو انتهى عقده، انتهى عقده، هو جاء لقيادة الفريق في الدور الثاني من تصفيه النهائيه. نعم. وكان العقد ينص على انه هو يقود الفريق في هذه المرحله فقط. وانتهى العقد بطبيعه الحال مع نهايه الموسم. نعم. طبعا يعني كان التوجه انه عدم التجديد مع كابتن عساف. نجدد معه، لكن من خلال هذا البرنامج أنا أقدم شكري الجزيل ليس لكابتن عساف فقط، ولكن للكابتن عساف، وأيضا للمدرب المجري توماس، وللمساعدين محمد حمد البوسعيدي، وأيضا طبعا المدرب القدير يوسف عبيد، على جهودهم الغير عادية اللي قدموها لهذا الفريق حقيقة، والتي أثمرت عن هذا الإنجاز. جميل. على مستوى العقود يعني عقود اللاعبين، هل بدأ التفكير في مسألة التجديد ولا يعني؟ طبعا التعاقدات الجديدة يمكن بعدها قيد الدراسة يعني. نعم. بس ربما عندكم تصور عن مسألة، ما علي، يمكن أنا أحطك في موقف يمكن صعب نوعا ما، لكن على الأقل نعطي صورة عن مسألة إمكانية تجديد عقود بعض اللاعبين. والله حاليا في خلال هذه الفترة اللجنة الفنية تعقد اجتماعات شبه يومية لدراسة هذه التعاقدات، وللنظر في إمكانية تجديد العقود أو يعني ضم لاعبين جدد إلى قائمة الفريق، وكل شيء سيعلن في حينه إن شاء الله عن طريق وسائل الإعلام إن شاء الله. يعني بعد هالصورة ما واضحة. ما واضحة لحد الحين. يعني انهيت عقود أيضا أو بعض اللاعبين المحترفين اللي انتهت عقودهم معكم؟ إلى الحين مثل ما ذكرت لك إحنا مجتمعين وجالسين نشتغل في هذا الموضوع. يعني في إمكان، يعني ما في شيء واضح إنه في لاعبين ما جددتوا لهم أو ما في توجه؟ إلى الحين لا، بكون واضح معك إلى الحين لا. لأنه كان في حديث عن إنهاء خدمات لاعب سوري أيضا أحمد العمير. أحمد العمير، شوف عشان أكون واضح معك، اللاعبين الأجانب تم تحديد الصورة. طيب أحمد العمير لم يتم تجديد التعاقد معه، وتم تجديد التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليكس. تم تجديد التعاقد بعد المستوى الطيب اللي ظهر فيه في خلال الموسم، بينما اللاعبين الآخرين البرازيليين اللي هم جوستافو ورافائيل لم يتم التجديد معهم أيضا. نعم. ابقيته على فيليكس وبانتظار اسماء جديده يعني. ان شاء الله. هذا هو، هاي بالنسبه للاعبين الاجانب. طبعا حضروا لصفقات على المستوى المحلي ولا يعني؟ تعودنا على فكره من نادي عمان انه ما تكون في صفقات كبيره يعني. نعم. يكون في يعني نوعا ما هدوء يعني في التعامل مع مثل هذه في مع التعاقدات بشكل عام. نعم. يعني حتى في المواسم اللي صعد فيها لدور اكيد سابقا دور الدرجه الاولى دور المحترفين، يعني ما كانت ذيك الصفقات الكبيره يعني اللي فعلا تحس أن تعمل ربما نوعا ما الإضافة الكبيرة. نعم. صح التعبير. مع أنه البعض يقول بأن نادي عمان نادي كبير بإمكانيات كبيرة يعني. هو كل من جاء إلى نادي عمان حقيقة يعتبر ابن النادي وفيه الخير والبركة. صحيح. ويعول عليه تقديم كل ما في جعبته لرفعة وتقدم النادي، فإن شاء الله إن شاء الله في خلال الأيام الجاية راح تتضح الصورة أكثر وأكثر. نعم. وبعون الله كل لاعب سواء بقى أو سواء جاء إلى النادي راح يكون إن شاء الله لمسة وإضافة جديدة للنادي بعون الله. طيب إن شاء الله. محمد، أكيد يعني الأجواء ساعدتكم في نادي عمان هذه السنة، وفرت الإدارة ظروف مثالية أيضا للتأهل، كنتوا فريق ب يعني وضعية الأسرة الواحدة اللي كان عندها طموح وهدف في الوصول يعني إلى هذا إلى دور المحترفين يعني، فهذا أيضا أحد نقاط القوة بالنسبة لكم. بلا شك حسين، من بداية الموسم وإحنا يعني حاطين طموح إن نصعد، طموحنا واحد كلاعب يعني، كوكبة اللاعبين اللي موجودة في نادي عمان هالموسم بمانة حرامنا ما تصعد دور المحترفين يعني.
مزيج من الخبرة واللاعبين الشباب. فالحمد لله تكاتفنا مع بعض، طبعا مرينا ببعض المطبات لكن الحمد لله قدرنا نتجاوزها. طبعا حطينا يدنا بيد في يد بعض ومشينا والحمد لله رب العالمين. الله نعم. الله كرمنا بالصعود الحمد لله، ولو كان في آخر مباراة وكانت مباراة صعبة. صعبة مع سيب. مباراة صعبة كانت. الحمد لله. الحمد لله الله كرمنا وصعد. نعم نعم. وكان في هذا المباراة أيضا في النتيجة يعني. كنا متأخرين بهدف. تأخرتوا بهدف. في تقلبات يعني كثيرة. حسيتوا بالنوعا ما. مباراة صعبة صعبة. أصعب مباراة في الدوري. نعم. أصعب مباراة في الدوري يعني. تخيل نضيع بس هي بالنسبه لكم مباراه الموسم يعني. مباراه الموسم طبعا. تخيل نضيع فرص نضيع فرص نضيع فرص نستقبل هدف فعلا. يعني نجم واحد سجلوا علينا ف الحمد لله رب العالمين. طيب يعني علي حبيت اسالك بس عن جمهور نادي امان. يعني هذا الجمهور مثل النادي، فترات يظهر وفترات يختفي. نعم. وفي السنوات الاخيره فترات الاختفاء هذه زايده شويه يعني. نعم. فما اعرف يعني أنا الحقيقة من النقاط اللي تحس في قلبي حقيقة، ويعني فكرت فيها ومثل ما فكر فيها العديد من أبناء النادي، هي الجماهير التي كانت ملاعب بيت الفلج ومطرح وملعب النادي في مسقط كانت تغص بهم في المباريات في ساعات الظهيرة الساعة 3 عصرا في ذلك الزمن الجميل للكرة العمانية. فمن هذا البرنامج ومن خلال هذا الاستوديو أخي العزيز، أنا أتوجه بكلمة وبطلب إلى محبي وجماهير نادي عمان في كافة المحافظات، ناديكم في انتظاركم خلال هذا الموسم، ونتمنى عودتكم القوية إلى المدرجات، لأن بدون تشجيعكم وبدون دعاويكم الطيبة ما راح تتم وتكتمل حلاوة اللعب في الدوري. ففي انتظاركم يا أبناء نادي عمان ويا مشجعين ومحبي نادي عمان، ولنستعيد الذكريات الجميلة لماضي الكرة العمانية ولماضي نادي عمان في حقبة الثمانينات والتسعينيات عندما كان نادي عمان بقاعدة جماهيرية عريضة إن شاء الله. فعلا هو لا زال يعني، بس هو مسألة الحضور على المدرجات الآن. حلو أنه صارت نوع من المنافسة بين جماهير الأندية في دوري المحترفين، ونتمنى أيضا أن جمهور نادي عمان يدخل في هذا المنافسة يا رب العالمين، لأنه هو مش جمهور قليل يعني. أكيد. محمد عندك إضافة عن موضوع الجمهور واللي لازم إنه يكون موجود ضروري يعني إنه يكون موجود، ما مش يعني إنه صار مسألة خيارات أو الآن الفريق صعد ومحتاج مساندة في الدوري. بلا شك حسين، شوف الجمهور عامل أساسي في كرة القدم. يعني أنا أقول لك يعني سبب في ارتفاع رتم المباريات في الدوري هو الجمهور. طبعاً. أنت كلاعب إذا تجيب على ملعب فيه 5-6 أشخاص أو نقول 30 شخص، فأنت غير لما تلعب يصير إحباط. يصير إحباط حتى مع يعني حتى مع المعلق والمذيع يصير إحباط يعني. أكيد شكل الملعب يعني أكيد الجمهور هو فاكهة هو واحد من الأشياء الحلوة في الملعب. حتى لما يكون المستوى الفني نوعا ما ضعيف الجمهور عامل جو حلو يعني. أكيد أكيد. لاحظت قبل يومين الأسبوع الماضي مباراة الهلال والاتحاد، الجمهور تقريبا مجمع شويه ويمتلئ يعني فعلا. ما شاء الله يعني ما في مانع ان يعني جمهورنا حاضر في مباريات خارجيه، مباريات خارجيه مباريات الدوري. لا لا محمد، انا كنت في الملعب في مباراه الهلال عامل جو غير طبيعي يعني. اكيد اكيد. انا والله ما حضرت ملعب، بس شفته بالتلفزيون. جميل ارتباطي صراحه، جو حلو يعني. فجمهورنا ايضا يفترض انه يكون موجود في مباريات محليه. الجمهور عامل اساسي في تطوير الكره العمانيه طبعا. الجمهور هذا رقم واحد الجمهور. والحين صارت وسائل التواصل ايضا تلعب دور في مساله يعني تواير الجماهير. عندك مثل نادي صحار، ربط نادي صحار عاملين في المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي عاملين يعني حسابات ويحاولوا دائما يجذبوا الجمهور للمباريات. نعم. نادي صحار كمثال بسيط يعني. نعم بالضبط فعلا، وتجربة جميلة على المستوى المحلي فعلا، نتمنى نشوفها وتتكرر يعني في الفترة القادمة. علي بس سؤال أخير، ونحن طبعا نشكركم على تواجدكم اليوم، لكن هل في يعني نوع من التكريم للفريق أو في احتفالية كذي حلوة بسيطة بالصعود؟ أكيد يعني عندكم تحضير لهذا الشيء يعني. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا اللاعبين يستحقوا والجهاز الفني والإداري يستحقوا هذا التكريم من قبل الإدارة، والمأمول إن شاء الله أنه في منتصف شهر 5
راح يكون هذا التكريم إن شاء الله، وهذه دعوة لكم لحضور هذا التكريم إن شاء الله. جزاكم الله خير واتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الموسم القادم، وإن شاء الله تعملوا الإضافة. يعني إحنا هذه الأندية اللي صعدت يعني الرستاق وعمان وجعلان، نتمنى أنها تعمل الإضافة على مستوى دوري المحترفين، ويكون لها أيضا يعني تواجد فني وجماهيري وإعلامي قوي على المستوى دول المحترفين إن شاء الله. شاكرين لكم تواجدكم اليوم، طبعا يوم إجازة معنا لكن طبعا تواجدتوا معنا وجزاكم الله خير، وأكيد عندكم مشاوير كثيرة في الإجازة. تشريف. علي بن عبد الله الرئيسي ضمير إدارة نادي أمان، مشرف عام كرة القدم في النادي، شكرا على تواجدك معنا. شكرا. كابتن محمد الذيب، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في دوري المحترفين من جديد، كما ذكرت مع النادي المفضل عندك. اكيد اكيد بلا شك، ان شاء الله مجلس الاداره ما راح يقصروا في هذا الموضوع باذن الله، راح يقدموا الاضافات للنادي في الموسم القادم ان شاء الله، وان شاء الله راح نشوف نادي عمان الموسم القادم منافس ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك محمد. إذا نحن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، ونتحول مباشرة من ساحات الملاعب المحلية إلى الملاعب العالمية، وتحديدا من الدوري الأوروبي، حيث سيخوض ليفربول الإنجليزي اختبارا صعبا مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أوروبا لكرة القدم، عندما يستضيف فياريال الإسباني الذي يبحث عن النهائي الأول في تاريخ هذه البطولة، ليكون مسرح الأنفيلد على موعد مع أقوى المباريات الأوروبية. نتابع التفاصيل. تكثر التحديات وتختلف المنافسات، ولكن هذا الاختلاف يبقى دائما وأبدا راسخا في سماء الكرة الأوروبية. فبعد لقاء الإسبان والإنجليز في بطولة الشامبيونز ليج، تحديدا في نزال فريق العاصمة الإسبانية مدريد فريق الريال مع الفريق الإنجليزي نادي مانشستر سيتي، ها هو النزال يعيد نفسه ولكن مع بطولة أخرى وفريقين مختلفين كذلك. فمن جانب الإسبان فريق فياريال، ومن جانب الإنجليز فيأتي الكبير ليفربول. فبعد معركة المدريغال والتي انتهت لصالح الغواصات الصفراء بهدف نظيف، ها هو ملعب الأنفيلد على استعداد لاستقبال الفريق الإسباني هذه المرة. فليس الاستقبال وحده ما يرمي إليه نادي الريدز، بل إكرام الضيف بالطريقة التي يريدها جماهير الأنفيلد هو الهاجس الكبير لكلوب ورفاقه. فما يمتلكه الثعلب الألماني من ذكاء ودهاء جعل من الكثيرين يرون بأن الريدز أصبح مخيفا أينما رحل أو ارتحل، وأقرب مثال على ذلك ما فعله الليفر أمام بروسيا دورتموند بعد ليلة جنونية قلب فيها النتيجة وتأهل وسط ذهول الأوروبيين بأكملهم. ولكن السؤال هنا، كيف سيظهر الفريق الإسباني نادي فياريال في مباراة الليلة؟ هل سيجهل الغوص في بحار الأنفيلد، أم إن الغواصة الصفراء قادرة على تجاوز عقبات البحار حتى وإن كانت وسط دوامة الجماهير الإنجليزية؟ ففريق فياريال بالكاد ستكون معنوياته مرتفعة هذه المرة بعد تغلبه على فالنسيا بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإسباني واحتلاله للمركز الرابع ليحسم مشاركته في الدوري التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا. فهل سيفعلها فياريال ويطيح بالكبير ليفربول، أم إن لجحيم الأنفيلد كلمة ستقلب أحلام الغواصات رأسا على عقب؟ في ذات الإطار أيضا ستتجه الأنظار إلى ملعب رامون سانشيز بإخوان، حيث سيحل الفريق الأوكراني شاختار دونيتسك ضيفا على فريق إشبيليا الإسباني لتحديد المتأهل بين الفريقين للمباراة النهائية. ويذكر أن لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بات يذكرنا بذكريات العام 2007. من منا ألا يتذكر ذلك اللقاء في عام 2007؟ من منا لا يتذكر ذلك الخروج للفريق الأوكراني شختار دونيتسك على يد الفريق الإسباني نادي إشبيليا؟ فها نحن اليوم نشاهد معركة جديدة تذكرنا بتلك المعركة التي جعلت من دموع الأوكران لا تتوقف على استاد أرينا الواقع في المدينة الأوكرانية لفيف. فما حدث من سيناريوهات في ذلك العام ها هو يتكرر اليوم، وخير دليل على ذلك انتهاء لقاء الإياب بذات النتيجة. فهل سيكون لقاء الإياب على نفس سيناريو ذلك العام، أم إن ثورة شختار ستضرب إقليم الأندلس هذه المرة؟ فبطل النسخة الماضية نادي إشبيليا بات يعرف كيف يرسم أحلامه في بطولة الدوري الأوروبي بعد اعتلائه لقمة الفرق في هذه البطولة بعد حصده لأربعة ألقاب في العشر السنوات الأخيرة
الأمر الذي يجعل من الفريق الأوكراني يعيش حالة من القلق ليس لقوة إشبيليا فحسب، بل إن اللاعب خارج أرضه سيزيد من متاعبهم أكثر فأكثر، بل إن هناك أمر بات يزعج الفريق الأوكراني بعد فشلهم في بيع التذاكر التي حددت لجماهيره والتي لا تتعدى 400 تذكرة فقط. فهل سيواصل أوناي إيمري نجاحاته أم إن شختار سيقوم بإحداث المفاجأة؟ في الملاعب الأوروبية نبقى، والآن إلى البطولة الأغلى على الصعيد الأوروبي وهي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال وذلك عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو. ويرى مدرب السيتيزن مانويل بيليغريني أن الحظ وقف بجانب الريال، ليتحدث بعدها زين الدين زيدان عن النجم كريستيانو رونالدو. لا أعتقد أن النتيجة مجحفة، لم تسنح لنا فرصة الفوز بهذه المباراة أيضا، الكفة كانت متقاربة جدا في المباراتين، ولا أعتقد أن أي من الفريقين يستحق الفوز، ودائما ما يكون هناك نوعا من الحظ، وحالف الحظ اليوم ريال مدريد لأن الهدف الذي سجلوه جاء نتيجة لخطأ من أحد لاعبينا استثمروه ليجعلوه فرصة لهم، وقد هدأ هذا الهدف أعصابهم، لكنهم لم يتحكموا أبدا في المباراة وعجزوا عن تسجيل هدف آخر كما عجزنا نحن عن التسجيل، وأعتقد أن أي فوز بالمباراة سيكون عادلا، غير أن الأداء كان مبدعا من الفريقين في المباراتين، رأينا في مباراة الليلة والمباراة السابقة التي لعبناها على استاد الاتحاد إن الكفة كانت متساوية في الهجوم والدفاع وكان الفريق ضئيلا، ولا أعتقد أن ريال مدريد أثبت الليلة أنه أفضل من مانشستر سيتي. إن كريستيانو رونالدو في صحة جيدة، لعب لتسعين دقيقة ولم يتدرب كثيرا للمباراة، لكنه على ما يرام، وقد رأيتم أنه في حالة صحية مثالية وبنسبة 100%، وسيواصل اللعب كما يفعل في كل مباراة هامة نخوضها، ولدينا مباراة هامة يوم الأحد المقبل، وأنا سعيد بما فعل هو وبقية زملائه في الفريق. أفلح فريق إنديبندينتي ديلفاي في إقصاء حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس فريق ريفر بليت الأرجنتيني من دور 16 للبطولة بعد تفوقه عليه في مباراتي الدور بإجمالي هدفين مقابل هدف. باغت فريق إنديبندينتي المتواضع المراقبين عندما تغلب على أرضه بهدفين دون مقابل على حامل اللقب في لقاء الذهاب دور 16، وأمل الفريق الإكوادوري في المحافظة على ذلك التفوق. ريفر بليت هاجم بشراسة في بداية المباراة أملا في إزالة الفارق، لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له، كما أن حارس الفريق الزائر ليزاردو كان في قمة تألقه إذ صد عددا من التسديدات القوية، وانتظر ريفر بليت إلى الدقيقة 79 قبل أن يسجل له اللاعب لوكاس أولاريو، وفشل الريفر في تسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بانتصاره بهدف دون مقابل، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتأهل الفريق الأرجنتيني. وفي مباراة أخرى تعادل فريق ناشونال الأورغواني بهدفين مقابل هدفين مع كورينثيانز ليقصي الفريق البرازيلي من دور 16، حيث أفلح الفريق الزائر في التقدم في الدقيقة 5 عن طريق نيكولو بيز، وأدرك صاحب الأرض التعادل في الدقيقة 15 عن طريق لوكا، ثم استعاد ناشونال الزائر تفوقه بهدف من سانتياغو روميرو الذي استغل الكرة المرتدة من تسديدة زميله سيبا فرنانديز، واستغل ماركوينهوس جابرييل ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريقه ليسجل هدف التعادل لصاحب الأرض، يتأهل بعدها فريق ناشونال للدور القادم نظرا لانتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في الأورغواي.
كما تأهل ساو باولو البرازيلي إلى ربع نهائي البطولة رغم هزيمته بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد فريق تولوكا المكسيكي في لقاء إياب دور الستة عشر. ساو باولو سحق خصمه المكسيكي في لقاء الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل، ولذلك لم يتوقع أي مقاومة من الفريق المكسيكي، بينما عقد صاحب الأرض العزم على الكفاح إلى النهاية رغم إدراكه بأنه بحاجة لتسجيل أربعة أهداف على الأقل ليلوح له أمل بلوغ الدور المقبل. لكن الفوز بثلاثة أهداف لهدف لم يرجح كفة الفريق المكسيكي للتأهل إلى الدور المقبل. وبعيدا عن ميادين كرة القدم، عرفت بطولة مدريد المفتوحة للتنس العديد من المواجهات الكبيرة ليتأهل من خلالها مجموعة من النجوم إلى منافسات الدور الثالث من البطولة، والبعض الآخر غادر مدريد بخيبة من الأمل بعد فشله في كتابة النجاح بالدور الثاني. مع منافسات بطولة مدريد المفتوحة للتنس، كانت هناك العديد من المواجهات التي شهدتها ملاعب مدريد مساء أمس، حيث تأهل المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش بسهولة إلى الدور الثالث للبطولة بعد تغلبه على الكرواتي اليافع بورانا كوريتش بمجموعتين دون مقابل. وكان كوريتش على أمل في تحقيق مفاجأة قد تكون الأكبر في مشواره، ولكن حنكة جوكوفيتش حالت دون ذلك. كما خيب النجم السويسري ستان فافرينكا المحبين حين أقصي من البطولة بعد خسارته على يد الإسترالي الشاب نيك كيرغيس. فاز الإسترالي على المصنف الرابع فافرينكا بالمجموعة الأولى بشق الأنفس بسبعة ستة، ثم خطف المجموعة الثانية بنفس النتيجة بصعوبة أيضا ليفوز بالمواجهة بعد ساعة وثمان وأربعين دقيقة من اللعب. وفي منافسات السيدات، تأهلت اللاعبة المغمورة الرومانية باتريشا مارياتيغ إلى ربع نهائي البطولة بعد انتصارها على الأمريكية ماديسون كيز الرومانية التي تحتل المركز الرابع والثلاثين بعد المئة في التصنيف العالمي. انتصرت بسهولة على المصنفة الخامسة والعشرين بوقع 6-3 و6-4. كما تأهلت العملاقة الرومانية سيمونا هاليب إلى ربع نهائي البطولة بعد فوز سهل للمصنفة السادسة على خصمتها السويسرية المصنفة العاشرة تيميا باكانسكي. جاء الفوز بالمجموعتين ب6-2 و6-3. وبددت اللاعبة الإسترالية المخضرمة سمانثا ستوسر أمال الجماهير الإسبانية في فوز إحدى بناتها بلقب البطولة عندما انتصرت على المصنفة الثامنة كارلا سواريز نافارو في لقاء الدور الثالث للبطولة. سواريز نافارو كانت آخر إسبانية في البطولة، وقد بدأت المباراة بشكل جيد إذ كسبت المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، غير أن الإسترالية المخضرمة لعبت بقوة بعد ذلك لتفوز بالمباراة بوقع 4-6 و6-2 و6-3. جرت يوم الأربعاء على مضمار تشيرشل داونز في لويزفيل بولاية كنتاكي قرعة النسخة 42 بعد المئة لسباق كنتاكي ديربي، وذلك قبل انطلاقه على المضمار يوم السبت المقبل، حيث لم يتكبد نايكويست الذي يدربه دوغ أونيل أي هزيمة في سبع سباقات شارك بها في مشواره، وسيبدأ سباق السبت من البوابة 13. ويذكر أن أربعة خيول فازت بلقب السباق انطلاقا من هذه البوابة منذ عام 1900، وآخرها المهر سمارتي جونز الذي فاز بالسباق عام 2004. وسيبدأ إكساجيراتو السباق من البوابة 11 وهو من تدريب كيث ديسمورمو. Is Nyquist as good as American Pharoah was? Probably not, but at this point... انتقلت شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في اليوم الثاني من رحلتها عبر البرازيل من العاصمة برازيليا إلى أنابوليس. وشارك في حمل الشعلة ممثل البلاد في منافسات المصارعة كيلا سيلفا،
وجدير بالذكر أن رئيسة البرازيل ديلما روسيف أوقدت الشعلة يوم الثلاثاء عند وصولها إلى البلاد على مشكات خاصة في رحلة من سويسرا، وستتواصل رحلة الشعلة لثلاثة أشهر عبر البرازيل قبل أن تبلغ استاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في الخامس من شهر أغسطس لبدء حفل افتتاح الدورة. وستمر الشعلة ب 329 مدينة وسيحملها 12,000 شخص. Estou muito feliz de estar carregando a tocha olímpica hoje. Já participei do evento teste em janeiro, agora carregando a tocha, fazendo parte do time olímpico. Então, assim, realmente a energia é muito grande, cada dia mais chegando. A gente vai sentindo essa energia da Olimpíada no Brasil. مع هذه الأجواء الجميلة في طواف شعلة الأولمبياد نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولتنا العالمية، والتي نختم من خلالها حلقة اليوم من برنامج الحدث، على أن يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله يوم الأحد المقبل في نفس الموعد مع مواضيع وتفاصيل أخرى من الأحداث الرياضية. حتى ذلك الموعد لكم مني ومن طاقم العمل أرق وأحلى تحية. في أمان الله.